جعل في أذنك هذا الصملاخ الأصفر، الوسخ الأصفر، هذا ذو رائحة تشمه النمل، فبمجرد ما تشم ريحته بتهرب من كل الإذن. زي ماشي لما تصل له قدام الإذن تهرب ما بتدخل. ليش؟ لأن الله أراد حفظ دماغك، حفظ مخك. فإذا الله أراد يحفظ مخك، من القيوم الذي قام بذلك؟ من القيوم القائم على كل قلب بضخه للدم؟ من القيوم القائم عليه؟ أنت تنام، هل ينام قلبك؟ في واحد منكم قلبه بينام؟ القلب لا ينام. من القيوم المشرف عليه؟ إذا أنت نمت أمك بتنام ولا بتتم صحياني على قلبك؟ وأبوك وزوجتك كله بينام. طيب من المشرف على القلب؟ من القيوم عليه؟ على ضخ الدم حتى يصل إلى الدماغ ويصل إلى أسفل الرجلين. من القيوم الذي قام على إشراف المعدة؟ عم تتعشى وتنام، من الذي أشرف على هضم المعدة للطعام وأنت نائم؟ من القيوم الذي قام على إشراف الأمعاء بامتصاص غذائها؟ من القيوم الذي قام على أسناخ الرئتين بتنقيتها وتطهيرها وتنظيفها؟ ولو انسد جزء من أسناخ الرئتين، يعني من الغرف التي يتبدل فيها غاز الفحم بالأكسجين، لو جزء بسيط انسد منها بيصير معك الربو وبيضيق نفسك وبيزرق وشك عند النفس. من المشرف على الرئتين عند التنفس؟ من المشرف على الكبد عندما يطبخ الدم؟ له أكثر من 50 مصنع الكبد وهو يصنع في هذا الجسد. من القيوم عليه؟ من؟ أنت أم أمك أم أبوك؟ الله قيوم، الحي القيوم. فحي، حيت روحك بحبه، حي قلبك بذكره. القيوم قام الوجود بوجوده، فلولا هذا الاسم العظيم لما وجد في الوجود وجود. فسبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى تجلى باسمه على الصلصال، يعني الطين اليابس، تجلى باسمه على الصلصال فصار بشرا سويا، وتجلى على الوجود باسمه القيوم فقام بنظام دقيق دهرا عتيا. مرة تجلى باسم الحي فأحيا التراب جعله إنسانا وبشرا سويا، ومرة تجلى باسم القيوم فقام الوجود بنظام دقيق دهرا عتيا. أديه صار للشمس 10 ملايين سنة، 20 مليون سنة وهي قائمة؟ من القائم على تغذيتها؟ من القائم على تزويدها بالبترول حتى التم عم تضوي؟ قديش بتنطفى الشمس بال 24 ساعة؟ كم ساعة؟ كم ساعة بينطفى ضوها؟ ولا ثانية. غابت عنك لكن مشرقة في مكان آخر، فعم تتوقد ليل ونهار. وقد أجمع أهل الفلك، علوم الفلك، قالوا أن الشمس ينقص من وزنها في كل ثانية 4 ملايين طن من النور، كل ثانية
4 ملايين طن من النور ينقص من وزنها. إذا بالساعة قديش؟ إذا بالثانية 4 ملايين، بالدقيقة الواحدة 240 مليون طن بالدقيقة. بالساعة قديش؟ بالعشر ساعات قديش؟ بالشهر قديش؟ بالسنة قديش؟ من هو القائم على وقودها؟ مين؟ الاتحاد السوفيتي بزمنه ولا أمريكا ولا ألمانيا؟ من القائم على تغذية الشمس وإنارتها؟ هذا قولهم، قول إن عم تنقص بالثانية 4 ملايين طن، هذا وقود 4 ملايين. يصل لها الشمس 10 ملايين سنة، 15 مليون سنة كما يقولون. قال ما نقص من وزنها إلا جرام واحد، جرام واحد 15 مليون سنة، وعم تعطي بالثانية الواحدة قديش؟ 4 ملايين طن. إذا ما هي هذه الكهرباء التي توقدها؟ حطب ولا على المازوت؟ تتوقد على ذرة الهيليوم، تتوقد بذرة الهيليوم. من جعل فيها الهيليوم؟ الله. الله، اعرف عظمة الله الحي القيوم. إذا رأيت ولدك، ولد الولد، من أوجد فيه الحياة؟ من نفخ فيه الروح؟ من جعله ينظر بعينين وينطق بلسان ويمشي على رجلين ويأخذ بيد؟ من الذي خلق هذا؟ الحي الذي أوجد فيه الحياة، ولو سلبه الحياة لكان قطعة جامدة لا حركة فيها. الله، ادرس من هو الله. الله الحي، حي كل ذرة في وجودك بأمره وإذنه، ولو قطع عنك عنايته طرفة عين، طرفة عين، لأصبحت جثة هامدة لا حركة فيك. لذلك كان النبي يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا أقل من طرفة عين. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الذي يحييك من موتك؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم الذي قام الوجود بقدرته وبإرادته وبعلمه، قام الوجود. وأنت وجودك قائم بمين؟ هل وجودك قائم بالطعام والشراب؟ بالطعام والشراب قائم؟ لو كان بالطعام والشراب يلي عم يصوم بدون أكل وشرب كان ماتا، لكن أوجد في معدتك وأمعائك وجسدك، أوجد غذاء لجسدك يستطيع الجسد أن يتغذى 50 يوما من غير أن تضعف قوته. 50 يوم بدون طعام أبدا، على الماء فقط، بتصوم 50 يوم من غير أن تضعف فيك القوة. من الذي جعل قوام هذه الحياة في جسدك؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من عزة هذا الاسم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن رسول الله عن أسماء بنت زيد بنت يزيد رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اسم الله الأعظم.